التقط كاميرا تان تي في والدة الشهيد الرائد محمد إسماعيل أحد أبطال معركة كمين البرث، والذي تصدى برفقة الشهيد العقيد أحمد منسي وباقي قوة الكمين لأكثر من 100 تكفيري، وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح. طول عمره متفوق في دراسته، متفوق من هو صغير في ثانوية عامة، جاب مجموع كبير. هو كان شعبة رياضيات، كان شاطر جدا في الرياضة والفيزياء. التحق بالكلية العسكرية. بعد ما اتخرج من الكلية محمد ما اكتفاش ان هو يبقى ضابط عادي او كده، لا، محمد صمم ان هو يكون ضابط متفوق. اخد فرق كتير، ترشح لبعثات كتير، 4 بعثات، الصين والكونغو واتنين أمريكا، وأخد فرقة الصاعقة بتقدير جيد جدا، وفرقة رؤساء الاستطلاع، دي فرقة صعبة جدا في سلاح المدفعية، أخدها بتقدير امتياز. قعد 2.5 سنين في سينا، واحنا ما كناش نعرف لا انا ولا بابا ولا اخواته ولا اي حد خالص. خبى عننا ان هو في سينا. كان يدخل يجي اجازه مبتسم، وما كانش يبان عليه ابدا ان هو مرهق او تعبان او جاي من مسافه بعيده، لا ابدا، ولا عمره حسسنا ان هو بيطلع مداهمات او عندهم او هو في سينا وعنده ضغط او كده، لا ابدا، كان دايما يدخل الابتسامة على وشه. اخر كلام لي للقادة لما لقيت التكفيريين خلاص، التكفيريين خلاص هيدخلوا المبنى، اخر كلام لي للسلاح المدفعية اضربوا الكمين، التكفيريين خلاص دخلوا المبنى. بيقول له هو بيقول له يا فندم لو سمحت اضرب الكمين. قال له يا سيادة النقيب انت لسه عايش. قال له يا فندم على مسؤوليتي اضرب الكمين، انا ما فاضلش غير انا وكام عسكري وظابط، اغلب افراد النقطه كلهم استشهدوا واحنا بس اللي موجودين، والتكفيرين خلاص دخلوا المبنى واحنا مش هينفع يا فندم، ارجوك اضرب الكمين بيا وبيهم قبل ما يطلعوا يمثلوا بجسامين زمايلي او يرفعوا العالم على النقطه. انا ارجوك يا فندم ارجوك، قبل الدعم ما يوصل بدقيقتين كده، كان الدعم خلاص في الطريق، قبل ما يوصل الدعم بدقيقتين شاء ربنا ان تيجي طلقه في جنب محمد فيستشهد هو واقف هو وزمايله بيقتلوا لآخر لحظة. هما اللي طلبوا الشهادة، وهو بيستشهد نطق الشهادة مرتين. ظابط معاه كان متصاب واقع جنبه، فبيقول له انت الشهادة يا صلاح، نطق ابن الشهادة مرتين وراح عند ربنا. تسبك يا ابن الله شهيد، تسبك يا ابن الله شهيد، ربنا يجمعني بيك ويعوض شبابك يا رب.